اوكي هسي وانتي كمان تجنني اقعدي. يخرب عقلك يا عبد العزيز، ده انت طلعت جن. حد كان يصدق ان فريده تتغير بالشكل ده؟ امال انتوا فاكرين ايه؟ انا صحيح من جوايا طيب طيب قوي، طفل بعيد يرجع عليه، لكن اللي في دماغي لازم انفذه. انا مبدئي ان الراجل هو السيد المطاع في البيت. يا ميلة بختها اللي متجوزاك. وليه ما يكونش هنا اللي تسمع الكلام وتنفذ اللي اطلبه منها؟ جابت انت. ما تبقيش عبيطة يا ماما، انت عايزة تضيعي من ايدي كل حاجة؟ انت ناسية الشقة والاملاك اللي عندك، ولا عايزة تعملي زي مراته الاولانية؟ طلبت منه الطلاق وطلعت ملمولة بلا حظ. عبد العزيز ده زي العيل الصغير، يعني كلمتين حلوين منك يبقى زي الخاتم بتتباع. وانا بقى من رايي انك تاثري عليه وتخليه يكتب لك الشقه باسمك. لازم تستحميه لحد ما تاخدي الشقه، مش ممكن تسيبيه بعد العذاب اللي انت شفتيه ده من غير ما تاخدي حاجه. لازم تاخدي الشقه باي ثمن.